شهر واحد انقضى منذ مباشرة كل من الولايات المتحدة والصين فرض التعريفات الجمركية على صادرات كل منهما، ودخلت الاحتكاكات التجارية الآن مرحلة جديدة. في 6 من يوليو أعلنت الولايات المتحدة فرض 25% من التعريفات الجمركية على البضائع الصينية بقيمة 34 مليار دولار، لتكون هذه الصورة افتتاحية الاحتكاكات. واستجابت الصين على الفور بتعريفتها الخاصة على السلع الأمريكية التي تبلغ قيمتها 34 مليار دولار. أما في 10 من يوليو وقد سلط ترامب الضوء على قائمة بقيمة 200 مليار دولار من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، ويمكن أن تخضع لرسوم جمركية بمقدار 10%. وفي وقت مبكر من الأسبوع الماضي أعلنت إدارة ترامب عن خطط لرفع التعريفات المفروضة على البضائع الصينية بقيمتها 200 مليار دولار في 10% إلى 25%، لتقرر الصين يوم الجمعة فرض تعريفات إضافية من 4 أسعار مختلفة على المنتجات الأمريكية والتي تبلغ قيمتها 60 مليار دولار أمريكي.